خلال فترة الحرب العالمية ازداد هوس العلماء بالتجارب في إطار السباق نحو التسلح وتطوير الجنس البشري، وقد ارتكبت العديد من المجازر في حق أناس أبرياء تحت غطاء العلم. تجربة النوم الروسية واحدة من الأساطير التي تناقلتها الأفواه في ذلك الوقت. هناك من يقول أن هذه التجربة يمكن أن تكون حقيقية، لكن هناك من يدحض النظرية ويقول أنها مقتبسة من رواية من نفس الاسم. في الأربعينيات قرر علماء من الاتحاد السوفيتي معرفة تأثير عدم النوم لفترات طويلة على الإنسان، اقتيد بها 5 رجال أو بالأحرى كباش محرقة متهمون بخيانة الدولة إلى مركز إقامة التجربة، وتم وعدهم بالحصول على حريتهم إذا استطاعوا البقاء مستيقظين لمدة 30 يوم. وضع فئران التجارب هؤلاء في غرفة صغيرة مزودة بالمياه وأسرة للنوم وبعض الكتب، وقد أطلق فيها غاز يحفز الجسم على البقاء مستيقظا. كل ما يصل الغرفة بالعالم الخارجي هي ميكروفونات مخصصة للعلماء المراقبين للتجربة للتحدث منها وزجاج. مرت 5 أيام الأولى بشكل طبيعي، مجرد محادثات بين الأفراد، بعضها شخصية وبعضها لا. لكن اليوم السادس شهد اضطراب وتوتر بين الأفراد وتقاذف اتهامات حول مصيرهم في هذه الغرفة البائسة. بعد أيام بدأ أحد الرجال بالصراخ بشكل هستيري والتجول بالغرفة بطريقة غريبة تدل على جنونه. استمر المسكين بالصراخ والبكاء بطريقة عنيفة حتى فقد حباله الصوتية. لم يثر هذا الشيء أي نوع من الغرابة أو الهلع عند المساجين الآخرين. 2 منهم تقبلا الأمر بشكل طبيعي، بينما راح الآخران يقطعان صفحات من الكتب ويتقيأان عليها ثم يلصقاها في زجاج الذي يراقب منه العلماء. في اليوم 14 حل الصمت على المكان، وكل ما كان يثبت أنهم كانوا أحياء هو مؤشرات الأكسجين. في اليوم 15 قرر أحد العلماء الدخول للغرفة خوفا منهم على فشل تجربتهم القذرة. قبل دخول العلماء مع الحراس بعثوا لهم برسالة عبر الميكروفونات فحواها: سندخل الآن، استلقوا على بطونكم وإلا سيتم إطلاق النار عليكم. لكن جاء الرد صادما ومرعبا من الرجال في الداخل، حيث قالوا: لم نعد نريد الخروج بعد الآن. فتح العلماء باب الغرفة وليتهم لم يفعلوا، فقد صعقوا من المناظر التي رأوها. لقد كانوا في حالة لا يمكن وصفها، فقد امتلأت أفوامهم دماء وأصبحت قطراته تنزل على وجوههم. أيديهم امتلأت بقطع من أجسامهم، حتى أن 2 منهم سلخ جلده حتى أصبح قفصه الصدري ظاهرا، بينما نزع آخران أعضاء حيوية من أجسامهما. تم إطفاء الغاز، لكن النماذج ثاروا بطريقة وحشية وهاجموا الحراس بقوة غير بشرية، حتى أنهم قتلوا حارس أمن باقتلاع خصيتيه بأيديهم. استنتج العلماء بعد اكتشاف أن الطعام لم يلمس منه ولو قطعة واحدة أن النماذج بدأوا بأكل أنفسهم، أي بدأوا بمضغ قطع من أجسادهم. تم إخراج النماذج من الغرفة ليتم علاجهم. توفي 2 منهما متأثرين بجراحهما، بينما مات 3 على طاولة العمليات. تصرفات 2 الباقين كانت غريبة وأجسادهم تغيرت حالتها، فيترفضوا أي نوع من المهدئات، حتى أنهم أعطوهم جرعة تكفي لتنويم 3 رجال، لكنها أيضا لم تنفع. رفضوا أن يتم تخديرهم للعمليات الجراحية وفضلوا أن يحسوا بالألم، حتى أن أحدهم كان يبتسم بطريقة مجنونة بينما كان الطبيب يمرر السكين عبر جلده، وقد استاء عندما توقف. ربما تتساءل عزيزي المشاهد، لماذا يعالجونهم بعدما أدخلوهم في قفص الموت هذا؟ الإجابة هي أنهم كانوا ينوون استكمال تجربتهم، فقد مر 15 يوم فقط. وأيد الرجال للزنزانة بعد معالجتهما، لكن أحدهما سقط في منتصف طريق الموت مغشا عليه ولم يرى النور بعد ذلك، بينما جن الخامس وسحب مسدسا من الحارس وقتل عالمين ليتم إرداؤه برصاصة بالجمجمة. كانت هذه واحدة من أعنف وأغرب التجارب التي حامت شكوكا حول حقيقتها، وتبقى فترة الحرب العالمية الثانية الدليل الدامغ على أن الإنسان قد يصل بجنونه لدرجة تجعله يستمتع برؤية إنسان آخر وهو يتعذب.